أفاعي تعالوا تفرجوا على أفاعي 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 أفاعي, أفاعي, أفاعي. بدك شاي؟ لا شكرا. شاي شاي مو منيح انه اخذنا كرسيين قبل بعض؟ هيك منكون تركين مسافة شي متر على القليلة بيناتنا. بابا وصاني اخذ طيارة من اندور لمومباي. كنت رحت بالطيارة بس بهالحالة كنت رح اخسر رفقتك. لهيك انا قررت انه الواحد احيانا لازم يسافر بالقطارات. بالمناسبة بتحبي تسافري بالقطار ولا بالباص؟ سأليني إلي. إذا حدا سألني بقول إني بنبسط بالرحلة اللي بكون فيها معك بأي وسيلة. على فكرة مو لأنك حلوة كتير ولا لأنك صبية جذابة وقريبة من القلب ولا لأنه شعراتك السود بياخدوا العقل. أنتي بلشتي تحلمي هلأ مو من شان هيك ولا سبب منهم، بس لأنك مبينة هادية وما بتحبي تحكي زيادة خلال الرحلة كلها. أنا كمان هيك، يعني بنبسط بالرحلة الرايقة والهادية وبنام كمان. بتحبي تأكلي وتشربي بالرحلة؟ قصدي شيبس وغيره. أنا بحب هاي الأكلات كتير، مثل البسكويت والشوكولا وهيك شغلات. خدي يلا. طالما انت شايفني مالي حابة احكي معك، ليش مصرت تحكي معي وعم تحاول بأي طريقة؟ اكيد انت معصبة مني لاني رايح معك على مومباي. خليني فهمك الموضوع، أنا مو رايح بكامل إرادتي، أنا كمان مجبر على الروحة مثلك تماماً. وأنا كمان ندمان على هالرحلة مثلك تماماً. وإذا ما بدك ياني روح معك على مومباي، خلص ما بقى بدي روح. بس خلي شغلة ببالك، إنه البنات بيحتاجوا الشباب دائماً. وإنتي رح تحتاجيني. باي. رجاء الانتباه على ركاب الرحلة 2962 من أندور إلى مومباي، التوجه إلى الرصيف رقم 2.